السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد، مطبخ شهرزاد. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع سلطه الكرنب الاحمر، اي الملفوف الاحمر، سلطه دو شو روج بصلصه بيضاء. ان شاء الله تعجبكم الصلصه هذه، بزاف بنينه وان شاء الله تعجبكم. ونقولوا بسم الله الوصفه تاعنا. شوفوا لهنايا عندي 5 حبات تاع زوديا، يكونوا منقيين ومغسولين ونحيت لابو تاعهم. عندي شوية مايز وعندي هذا الكرنب الأحمر. هذا الكرنب الأحمر غسلته في الماء والخل، قطرته، ودوكا راح نقطعه قدامكم. شوفوا لهنا حنقسم الحبة على 2 باش نسهل العملية على روحي. هذاك الجزء الثاني هذاك نخليه على جنب ونبدأ نقطع. هذا الغصن الكبير تاع الكرنب الأحمر هذا نحوه بهذه الطريقة، نحوه باش هكذا باش ما يجيناش عاصي في السلطة تاعنا. ونبداو نقطعوهم هكذا بهذه الطريقة، ونقطعهم إلى شرائح يكونوا صغار، ولا دي لامال ولا دي بتي مورسو. أنا حنستعمل السكين، ثم تقدروا ديروه في الأشواغ، مي اللي ما عندهاش الأشواغ تقدر تستعمل بهذه الطريقة. ولي عندها ليغون ماذا بيها دير ليغون باش هكذا باش ما يطرصوش يديها. بعد وزالي فوا الريزولتا، بعد ما قشرتو اشاك فوا تصالي هكذا كيما راكم تلاحظوا. نقطعهم دي بتي مورسو، راح نقطعهم هكذا اون لاميل، ومن بعد نقطعهم بهذه الطريقه. يعني العمليه راهي سهله، قطعهم دي بتي مورسو كيما راكم تلاحظوا. ومن بعد جو في لي اشي هذا لو شو، راح ناشيه كيما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. دوك تشوفوها معايا هكذا باش ما يقعدوناش هذوك لي غرو مورسو هذوك الكبار. بهذه الطريقه ناشيه بهذه الطريقه. لهنايا الكاميرا شويه دنات لي. دوكا نحط هذا الوش قطعت كاع، نحطه في لاتيرين ونكمل هذاك لو شو اللي قعد لي، هذاك الكرومب اللي قعد لي. لهنا بعد ما قطعته كاع انا نقيته حطيته في لاتيرين، نقيت شويه البلان دو ترافاي تاعي. ودوكا نبدا نابي لي كاروت تاعنا، يعني تحبوهم ترابيهم، انا حبيت نرابيهم هكذا باش يبانوا لي شابين في الكبيره، يعني في هذوك الاثقاب هذوك الكبار. وانتم تقدروا ديروا هذوك صغار سون بروبليم، مي انا شو بريفير هكذا الكبار باسكو هكذا كيما نقولوا يجونا باينين وشابين، سورتو مع لو شو شويه خشين وشويه كيما نقولوا يبان لا كولور تاعو بزاف قاصحه. كيما راكم تلاحظوا اني جي رابي كاع هذوك لي كاروت، و جي هاشي كاع هداك لو شو روج. دوكا زدت له كمية تاع المايس كيما راكم تلاحظوا، بيان سور مايس انا شيتو كونسيرف، اي دو بريفيرونس شلوه مليح قبل ما تحطوه ديريكتومون، باسكو هاديك لا ماتيغ دو كونسيرفاسيون هاديك شوية مضرة للصحة. الوغ يفو بيان لافي هادوك لي مايس قبل ما تحطوهم في لاصالاد تاعكم. نخلط الكل مع بعض، ودوكا نروحو لا فينيغرا تاعنا، اي الصلصه البيضاء تاعنا اللي تجي مع هذه لا سالاد. صدقوني بزاف تجي بنينه، وش كوا درتها لكم اون فوا مع لا سالاد تاع الخيار، مي دو نوتر فاصون، مي هذه بزاف بنينه. الوغ حاجه الاولى اللي نديرها هي عندي دو بو دياورت ناتور، نحطهم في لاتيرين تاعي ولا في لاسيات تاعي ولا في البول تاعي كيما راكم تلاحظوا. نفرغ هذوك لي دو بو ياورت ناتور، يعني ياورت طبيعي. كيما قلت لكم لهنايا حطيت هذوك لي دو بو ياورت ناتور تاعي،
زدت عليهم مغرف صغيره تاع الملح ومغرف صغيره تاع السكر. السكر لهنايا هام جدا في هذه الصلصه، يعني مع الحموضه تاع القارص والحموضه تاعك تاع المايونيز لازم لنا هذا السكر باش يعطينا ذوق الشباب في هذه الصلصه. لهنايا زدت عليهم 3 مغارف كبار تاع الزيت وخلطت. ثم تقدروا لهنا انا استعملت زيت نورمال، يعني زيت الويل دو تورنوسول، مي تقدروا تزيدوا تانيك زيت زيتون، انا ما كاش عندي في الدار، مي دو بريفيرونس زيدوا زيت زيتون اذا عندكم في الدار، يعطيها تانيك ذوق شباب. ولا سينو تقدروا ديروا زيت نورمال كيما راكم تلاحظوا. قعدت نخلط مليح حتى كي ينسجم لي هذاك شويه الزيت مع هذاك الياغورت ناتشور تاعي. زدت عليهم جيرابي تانيك زوج، يعني جي باغابي هرست زوج سنينات تاع التوم كيما راكم تلاحظوا، هرستهم بهذه الطريقه. يعني فو بوفي لي رابي ولا تقدروا ميم تقدروا ديروا ميم يعني التوم بودرة. نخلط مليح تانيك مع الكل. ولهنايا حنعصر عليه نص حبه قارص، يعني انا القارص الحبه اللي راهي عندي كبيره، انتم تقدروا ديروا اذا كانت عندكم حبه قارص صغيره تقدروا تعصروا حبه كامله. شوفوا لهنا الريزولتا تاع يدي بعد ما نقيت هذاك الكرنب الاحمر. دونك دو بريفيرونس اذا عندكم لي غون غير استعملوا لي غون، فوالا باش ما نخبيش عليكم. لهنا قعدت نخلط تانيك، زدت خلطت مليح يعني باش تجينا يعني الصلصه تكون اوموجين وتكون بنينه. فوالا لهنايا راح نزيد عليهم تانيك يعني 3 مغارف كبار تاع لا مايونيز، ولا تقدروا تنقصوا زوج مغارف هكذاك، مي انا دو بريفيرونس ندير 3 مغارف كبار كيما راكم تلاحظوا تاع لا مايونيز باش تجينا بزاف بنينه. ونكملها بشويه تاع الفلفل الكحل. وصدقوني هاد الصلصه تجي بزاف بنينه، تقدروا ديروها مع سلطه تاع الخيار، تقدروا ديروها مع هذه السلطه تاع الكرنب الاحمر، يعني تجي بزاف بنينه صدقوني. وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. لهنايا راني كملت هذه الصلصه. نقول لكم اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بام تي جيم اي دو بارطاجي لا فيديو هكذا باش تعمل الفائده. ونقول لكم ما تنساوش مون انستغرام سي شهرزاد اون كويزين، تلقاو الرابط في صندوق الوصف. واذا حبيتوا تبعتوا لي تطبيقات تاعكم في مون جروب فيسبوك سي كويزين شهرزاد، نقول لكم مرحبا بكم. شوفوا لهنا حطيت الصلصه تاعي البيضاء في هذيك السلطه، يعني لا كاروت غابي، عندي تانيك لو شو روج غابي يعني اشي، وعندي شويه مايز. نتوما تقدروا ديروا تزيدوا زيتون ولا، مي هكذا صدقوني بزاف هذه السلطه بزاف بنينه. كما قلت لكم نخلطها مليح السلطه وهذيك الصلصه البيضاء، نخلطهم مليح هكذا مع بعض حتى كي ينسجموا لنا، وهذاك لو شو يمتص لنا مليح هذيك الصلصه البيضاء كما راكم تلاحظوا. ولهنايا نقول لكم انا كملت الوصفه تاعي، دوك تشوفوها في صحن التقديم. ونقول لكم اذا عجبتكم ما تنسوش بانتجام، والى اللقاء من مطبخ شهرزاد الى فيديو جديد ان شاء الله.